طيب النهارده كان في ماتش ما بين فريق الشرقيه للدخان والفيوم، وحصل مشاده بعد اللقاء، وكان يعني الموضوع صعب جدا، كان حصل ضرب يعني حاجه ما نحبهاش في الملاعب يعني المصريه، سواء بقى في الممتاز او الدرجه الثانيه حتى زي ما احنا بنشوف. خليني اروح للتفاصيل ونقطه احنا نعرف ايه اللي حصل من خلال احمد عمر حارس مرمى الشرقيه للدخان. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك؟ اخبارك ايه؟ نور الدنيا يا كابتن. سلامي ليك وسلامي طبعا للكابتن احمد فوزي مدرب حراس المرمى، والكابتن علاء ابراهيم المدير الفني لفريق الشرقيه. لكن خليني اسالك على طول كده، ايه اللي حصل؟ والله يا كابتن كان في كوره في نص الملعب، اللعيب بتاعنا كان وقع، فاحنا الجهاز بتاعنا والجهاز بتاعه اللعيب اللي هو احمد تمساح، لا كان لعيب اسمه سامي، الاول كان لعيب سامي تمام، كان وقع في الملعب، فقلنا نطلع الكوره بره، فاللعيب بدل ما طلع الكوره بره بصها للعيب زميله في نص الملعب، فالطبيعي ان انت كده استنفت اللعبه خلاص، فالفيرود بتاعنا جري قطع الكوره بصاها راحت انفراد، قام اللعيب بتاعنا جابها جول، فلعيبه الدفاعين بقى كلهم جريوا عليه وعايزين يضربوه وحصل المشكله ساعه الجول ده ساعتها، وما ينفعش وي وي وي، طب انتوا لعبتوا فاهمني، انتوا ليه عايزين تعملوا كده او توقفوا اللعب، انت ممكن تطلعها بره. فالمهم الموقف عدى والحكم تدرك الموقف، فبعد كده جات لهم ضربه جزاء، قام كابتن احمد بكري جري على الدكه عندنا، قام عامل حركات لا يعني ما ينفعش تتعمل في ملعب كره القدم، فحركات مالهاش لازمه يعني كابتن فوزي والكابتن علاء، فبعد على طول لما ضربه الجزاء ضاعت فكان رد فعل مننا احنا ايه فاهمني، بقى رد فجرينا الفعل اللي منكم انتوا؟ وتعصبنا، انت ازاي تعمل كده وده شتم ده واللي حصل يعني كده، رحتوا على دكه البدلاء الفريق الفيوم؟ اللي هو يعني لا ان احنا الحمد لله ربنا نصفنا يعني، فبعد كده بعد الماتش لعيب من فيوم قلع التيشيرت بتاعه وجري على كابتن علاء وعايز يمسك فيه وبتاع، وحصل بقى والامن اتدخل وكله بقى يضرب في بعض. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني هل في احد اللاعبين طلب من اللعيبه من خلال فريق الشرقية للدخان ان انتوا تسيبوا فريق الفيوم عشان يجيب جون عشان الامور يبقى فيه هو تعادل؟ الحكم جاب كابتن الفرقه عندنا وكابتن الفرقه عندهم ووقفوا في نص الملعب في من ناحيه الجمهور كده، تمام، فاكيد كانوا بيتكلموا في حاجه زي كده، بس انا مش عارف ايه اللي حصل بقى ساعتها بينهم. كابتن علاء ابراهيم رفض الموضوع ده؟ رفض لا انا دي اعتقد. انا اكيد رفض، بس انا دي ما اعرفهاش، هو كان الحكم كان بعيد اصلا على الدكه عندنا، كان حارس المرمى بتاعنا وحارس المرمى بتاعهم كان كابتن الفرقه، فاتكلم معاهم بس باستئناف اللعب، فاكيد حاجه اترفضت، عشان احنا يا كابتن مش شايفين ان هم طلعوا الكوره او حاولوا يطلعوا الكوره، الكوره كانت طلعت اوت كان الماتش خلاص، كان الكوره تتلعب ونردها لهم تاني، بس ما حصلش هما كده، كانوا اللعيب يعني بتاعهم الكلام كان ان هما في اتجاه ان هو هيخرج الكوره لولا اللاعب الشرقية للدخان، انا ما اعرفش الباك ليفت تقريبا اخذ الكوره، يعني هو لا بيطلع لا لا الكوره. مش كده خلاص يا كابتن، وفي فيديو كمان يعني في فيديو موجود على السوشيال ميديا بيوضح غير كده، اللاعب بتاع الفيوم ظهره خط الاوت بتاع الدكه بتاعته لا ما ملفش، قام بصاها اللعيب السيرد باك بتاعه في نص الملعب، فالفيرو بتاعنا ضغط عليه، ما انت خلاص انت بتكمل لعب في الكوره، فكده انا مش هقف اتفرج، فضغط عليه قام بصاها للباك ليفت بتاعنا، قام كمل في الكوره والسيرد باك بتاعهم بيجري وراها قام جابها جوه، فهو الباك ليفت راح يحتفل كلهم بقى جريوا عليه وعايزين يضربوه، وكل احمد ده في فيديو في فيديو لحاجه زي كده يعني، الصفحه بتاعت النادي عندنا يعني كانت عامله طب لايف ليه احمد للماتش تمساح قال ان انتوا يعني كلم اللعيبه ان انتوا يسيبوا الفريق الفيوم يجيب جون ليه؟ لا دي انا مش عارف يا كابتن بصراحه، بس احمد تمساح اتشتم في الماتش من مدير التسويق عندهم، شتمه بامه وسبله الدين، فده بس اللي خلى احمد تمساح بعد الماتش كمان ينفعل. طيب ماشي يا احمد، انا بشكرك، ويعني لو نقدر نجيب كابتن علاء ابراهيم او كابتن احمد فوزي، لان كابتن احمد فوزي تم الاعتداء عليه برضه في اللقاء، وبالتالي عايزين بس نعرف المشكله ايه. طبعا احمد وصف لنا الدنيا، وصف لنا الامور، لكن من خلال تصريحات احمد تمساح ان هو كان عايز الفريق الفيومي او اللعيبه بتاعت فرشاية دخان لعيبته او زمايله يسيبوا الفريق الفيومي يجيب جول عشان الامور يبقى فيها تعادل، نتيجه ان هم كانوا هيطلعوا، هم كانوا بيقولوا ان هم هيطلعوا الكوره، لكن ضغط احد لاعبي الشرقية للدخان وجابوا هدف، بالتالي احمد تمساح كان بيقول للاعيبته سيبوا الفريق الفيوم يجيبوا هدف والامور تبقى متعادله عشان يبقى الامور تمشي بقى بشكل طبيعي، لكن ده اللي رفضه كابتن علاء ابراهيم من خلال طبعا الكلام داخل الملعب.